عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. احنا هنا في الجاليري ابو عيد، هنتفرج على حاجات جميله وانتيكات جميله هتعجبكم جدا جدا جدا. زي ما وعدناكم ان ده الجزء الثاني من الفيديو، وان شاء الله تعجبوا بكل اللي فيه باذن الله. في جزء ثالث كمان للفيديو للنجف، تحفه تحفه تحفه، انتظرونا وان شاء الله هتعجبوا بيه جدا. ودي اشكال ورود شكلها جميل ورقيق. ودي ساعات ورود بأحجام مختلفة وألوان جميلة. ما تنسوناش باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم منا كل جديد يا حبيب قلبي. بومبونيرات واطباق فاكهه كيف كده بدل ما ساعه دي بونبونيرات اهي وعلب مناديل. دي طقم ايه بقى ده؟ تسالي. زي ممكن تحط فيه فول بالحمام، صح؟ طب دي ايه؟ بتاع الحمام. حاجات جميلة بقى، وما يجوا من تبع القناة طبعا أكيد هيعملوا لهم تخفيضات بإذن الله. ايه؟ طب دول ايه؟ ده هم دي فازات. فازات شكلها غريب شوية. الورد بقى اشكال جديدة. اشكال جديدة أول مرة أشوفها. طب ودول دي بتاعت السيرة برضه بيتحط فيها سكر شاي حاجات زي كده. اللي هو بتوع تركي، صح؟ ودول حلوين أوي. تركي تركي اللي هما بالعجلة دي. حلوين ذوقهم تركي. أذواق جميلة. ودي حروف، الحروف دي بتتعلق ليه بقى؟ حروف مضيئة بتتحط على مضيئة. طب والأقدام دول ايه؟ متعلقينها يعني هما تبع بتاع اللي وراهم؟ لا هي شكلها بتاع وراهم اهي، صح ولا دي لوحدهم؟ اللي قاعدين دول لوحدهم؟ انت بتحطي لي جنب وده طقم على بعضه جميل قوي ده اهو متركب على بعض. ممكن تحط على ده بتحط تحفه.
ده كله شمعدان صح؟ شمعدان دول اشكال شمعدان برضو. حلوة الرمسية دي. طب دول ايه اللي تحت ده؟ برضو اللي تحت ده ما شاء الله ربنا يبارك حاجات جميلة. طب ودول فازات برضو، دول شكلهم فازات حاجات نظيفة ماركات. ايه الوراثة؟ طب دي ايه بقى؟ ده برضو فازات اهي. طب دي ايه ده؟ ده تمثال كده زينه بس كده ما حاجات جميله ورقيقه. طب اللي فوق ايه ده بقى؟ لا لا ده فازات شكلها غريب شوية. جديدة يعني أشكال جديدة بصراحة. ده أباجور شكلها أباجور. دي ايه؟ منظم اكسسوارات. الادراج فيها ادراج شكلها شيء ادراج ودي برضو زي الادراج. ودي بومبونيرات شكلها بومبونيرات صح؟ ده شمعدان فيل يعني شمعدان بالبونبونيرة. ما شاء الله جميل. دول ايه بقى؟ بينورة بس كده صح؟ يعني الزينة كده وأكيد مضيئة صح؟ ده هنلاقي في اسمها دي عاوزة حاجات كريزي ممكن توك. تمام بس دي جايه على تركي حاجات تركي بتتحط زينه يعني.
دول انتيكات بس كده صح؟ ودي طبعا انتيكه بس اللي هي بتاعت المكنه دي. وشكلها بتحط فيها اكسسوارات برضه هي كده بس. عجبك ايه اللعب يعني؟ دي فازات. دي ايه دي؟ ايه؟ حصلة. بس ما جاتش كويس. طب دي رسمة ساعة منبه. دي أباجورات. دول ايه بقى؟ يعني هي بتتفك؟ صح؟ يعني كل بتاع بتتفك كده وتتلزق جنب بعضها. قناتكم بسمة صالح اعاد التدوير. لايك واشتراك وتفعيل الجرس حتى يصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.